يعني كل شيء من المختزلين مش كامل ريحته. لا انا مش راح نزيد راسك بالدجاج تراك تزيد تحت شم الله ما شاء مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء ومعنا الشاب عبد المطلب يعني اللي سبق وتبعتوه في لايف سبق نشرناه على قناه شوف تيفي اللي تكلم بعد ما اكتشف ان السيده اللي تربى واللي كبر معها ماشي هي الام الحقيقيه ديالو في سن اللي مازال صغير اللي بسبب هذا الموضوع هذا وبسبب هذه الصدمه هذه يعني الام اللي بغي يعرفها الام اللي يعني اللي ولدته واللي عطاته لهاد الناس اللي رباه وكبر. السلام عليكم. نتكلم معايا خويا من يعني من اللي درنا داك الفيديو بعدا حسيت براسي ارتاحيت واحد شويه اخويا حمزه فهمتي فرقت واحد بنتي واحد الحاجه كانت عندي لداخل ما عارف حتى شي واحد غير انا فرقت ولكن اخويا حمزه انا متاكد 100% هذيك المراه اللي رباتني كتعرف الحقيقه ديالي عارفها اخويا حمزه حيت ما يمكنش هي عاودت لي قصه قالت لي الام ديالك راه مجوجه وعندها 5 الاولاد انا دابا عندي 5 خواتي من امي اخويا حمزه ما تنعرفهمش انا ما يمكنش ما يكونش شي واحد عندي من عائلتي من دمي كينتمي ليا في هذه البلاد هذه ضروري كاين شي واحد وانا بغيت نعرف هذا الواحد هذا ما باغي منه والو ما باغي منه حتى شي حاجه اخويا حمزه ما باغي منه لا فلوس لا دار لا حتى شي حاجه بغيت غير نعرف الاصل ديالي انا منين شكون انا واش انا مغربي واش انا يهودي واش انا شكون انايا حيت انا هذا الشيء هذا اخويا حمزه مرضني في حياتي اخي حمزه وقبل الفيديو درنا الرقم ديالك يعني تصلوا بك ناس قالوا لي راه الام ديالك هي اللي رباتك فعلا الام ديالي هي اللي رباتني وانا ما تنكرش الخير ديالها صاري بيا واش مت واش واكل ولا ما واكلش واش علاش وانت عارفه بان انا ما عندي حتى شي واحد عارفاني عندي غير الله هو اللي عندي دابا انت شنو يعني حاجه اخرى كما قلتي قبيله حقائق ولا شي حاجه اللي فكرتي فيها كتشوف منطقيه تقدر تكون يعني هي اللي غتوصلك الام الحقيقيه انا اخويا ما نكذبش عليك حيت انا عندي واحد الشكوك في الداخل ديالي فهمتي عندي شكوك بان العائله ديالي من نفس العائله اللي رباتني حيت كاين الناس كيتشابهوا معايا في نفس ديك العائله وكاين واحد السيد خو هاد المراه هادي اللي كتب فهمتي راه كتب ورا الناس راه شافوا شنو كتب كتب لهم بان هو الخال ديالي اذا راك عارف الحقيقه ديالي ولا الخال ديالي غير بالفم راك عارف امي وراك عارف با وراك عارف كلشي وعلاش غادي تخبعوا عليا هادشي هذا راه خصني نعرف اخويا حمزه انايا انا راه ما يمكنش غادي نكمل حياتي هكا اخي حمزه خصني ضروري نعرف انا تنقول لك هاد الناس ما طالب منهم والو ما باغي منهم حتى شي حاجه انا اللهم لك الحمد مجوج عندي 2 بنيات خدام على راسي فهمتي خدام في المحطه تنصور داكشي اللي قسم الله كاري واحد البيت مع الجن المهم اللهم لك الحمد عايش بحالي بحال اي واحد ولكن خصني نعرف الحقيقه ديالي اخي حمزه حيت انايا باتك معاوناتك ما عطاتك راس الخيط ولا شي حاجه ما قالت لي حاجه وحده قالت لي الام ديالك كنعرفها مجوجه وعندها 5 الاولاد ما يمكنليش نديك عندها وشنو هو السبب اللي خلاك نتيا ما تدينش عند هذه المراه هذه شنو هو السبب بغيت نعرف شنو هو السبب علاش الام ديالي تزوجت عزبه وريها لي من البعيد ما بغاتش الام ديالي خوتي يعرفوني وريها لي من البعيد نعرف شكون الاصل ديالي شكون انايا شكون هما خوالي شكون هما خوتي شكون هي عائلتي اي نعرف عائلتي ما نعيش معاهم ما باغي منهم والو ما يهزوني ما نهزهم انا بغيت غير نعرف شكون انا وشكون هي عائلتي انا دابا فاس خويتي وعلى حساب السبب هذا ما عندي حتى شي واحد فاس انا في بلادي وبحال براني اللهم قلت براني نمشي بير هاد الناس انا جيت لهنا ما تعرف حتى شي واحد انا عايش حياتي ولكن باغي نعرف الحقيقه خويا حمزه راه اي واحد يحط راسو بلاصتي راه خصو يعرف الحقيقه كيف ما بغى يكون يعني هذا المشكل عقد لك حياتك وانت مازال صغير فاش خرجتي من الزنقه وباقي تحت الساعه مازال اليومين هذا عايش مع هذا المشكل انايا انا راه بنت ديك السيده رباتني الله يرحم لها الوالدين قريتيني كبرتيني الله يرحم لك الوالدين ولكن كنطلب منك حاجه وحده وريني عائلتي الحقيقيه وريني الام ديالي شكون هي وريني الاب ديالي شكون هي وريني وهي تتقول لي راه عندك عائلتي انا عائلتي فين هي عائلتي هذه انا ملي كنمرض ما كنلقى حتى شي واحد حدايا خويا حمزه انا ملي كنمشي غير للحبس اخويا حمزه من قبل ما نتزوج كنمشي للحبس ما كيجي عندي حتى شي واحد وعلاش اخويا حمزه غادي نعيش انا هكا واش انا ما عليش الله واش انا يهودي
انا راه بحالي بحال اي مواطن مغربي، اي واحد كيطلب الطلب هذا، اي واحد عنده عائلته راه عايش معاهم بخير، عنده خوالو عنده خالته عنده امو عنده باه، واخا ما سيعطيوه والو سيعطيوه الحنان ديال العائله. انا داك الحنان ديال العائله محروم منه، ما عمرني حسيت بالحنان ديال العائله، تدرت ولادي هاد حسيت بداك الحنان، ولكن مازال كنحس بنقص في الداخل ديالي، خصني نعرف العائله ديالي. وانا بهذا الموضوع هذا راه اثر لي على عقلي، فهمتي؟ خصني ضروري نعرف عائلتي. انا اي واحد كيعرف عائلتي كنقول له الله يرحم لك كما بغيت، ما وصلتش اخويا والو، ما وصلت حتى شي حاجه. كيعيطوا لي ناس يقولوا لي كمل حياتك عيش سير كري الكبيت سير دي. فعلا هاد الهضره هادي اللي تتقولوا راه كاينه، انا راني كاري ما حالو عايش مجوج وعندي جوج بنيات، ولكن هذا الموضوع هذا راه في الداخل ديالي تيبقى النفس ديالي كتأنبني. علاش انا جالس؟ الله سبحانه وتعالى تيقول لك ابحث قلب في الدين، في اي حاجه خصك تبحث خصك تقلب قلب وخصك تبحث باش توصل لواحد الحاجه باش ارتحت. انا ما كنطلب والو من هاد الناس، هاد كنطلب غير الحقيقه، باغي نعرف غير الحقيقه اخويا حمزه، حيت تعذبت ما فيه الكفايه، ما بغيتش نزيد نتعذب. الله يجعل البركة. شنو الرسالة اللي تبغي توصل للناس ولا العائلة ديالك ولا اللي عارف شي معلومة؟ اللي عارف شي معلومة تنقول له الله يرحم لك الوالدين، ما تخليونيش عايش هكا، حيت راه أي واحد عارف شي حاجة من جهتي أنايا وخلاني عايش هكا راه ربني مليت حياتي هكا خويا حمزة. كون ما كانوش عندي ولادي وليت كنفكر في الانتحار بزاف أخويا حمزة، أقسم بالله لو وليت كنفكر في الانتحار أخويا حمزة. علاش؟ كنشوف راسي عايش بدون هدف. شنو عندك البنيات؟ وهذوك هذوك هو الامل، هذوك هو الامل اللي عندي في هذه الحياه هذه، هما ذوك البنيات، هذوك هو الامل اللي عندي اخويا حمزه. انا ما كان النمره اللي بغى يعيط لك النمره 07 16 50 38 76 71 07 16 50 36 71. اذا قلتي يعني اي واحد عرف شي معلومه اتصل بك في هذا الرقم هذاك. الله يرحم الوالدين اخويا حمزه.